السلام عليكم، اهلا فيكم في تسريبات جديده. اليوم راح نتكلم لكم بس عن الكاميرات، هذا الموضوع الجديد. اوكي، اول 5 ثواني تفهمها خلاص، تبي بسرعه انت، اول 5 ثواني بس خلاص يكفيك. الا وهي الكاميرات الجديده حق الايفون القادم راح تصور 4K 240 فريم بير سكند، تقدر تصور 120 و240. احنا الجوالات اللي عندنا موجوده في الايفون، لا مش بس في الايفون، جميع الجوالات اللي موجوده الحين تصور لك فل اتش دي على 120 240 فل اتش دي، لكن الايفون القادم في التسريبات النازله الحين راح يصور الى 240 في سلو موشن. فتخيلوا انتم فريمات كذا توصل لك في سلو موشن اذا كنتوا تصورون سلو موشن. لحق المصورين طبعا، انا اتمنى والله انك تحطها، راح تحطها في الايفونات كلها 12، لكن يمكن تقدر بس خليها الايفون 12 برو، لان الحق 3 كاميرات والاشخاص اللي بيصورون احترافيه يعني، ما من اللي يبي ذي الاشياء اللي هي سلو موشن و240 على 4K. بس الى الان ما في جوال الان يصور 240 4K. اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا في جوال يصور 4K 240، ما ادري. فهذا الخبر. طبعا الان الشهر هذا والشهر القادم الاخبار اللي راح تطلع والتسريبات اللي راح تطلع حق الايفون راح تكون شبه مؤكده، او يعني التسريب اللي بيطلع خلاص هذا التسريب الحقيقي اللي راح يكون على الايفون القادم. ليش؟ انا اقول لكم ليش. اول حاجه الاي او اس 14 طلع الحين. ايش معناها؟ الاي او اس هذا اللي نازل الحين 14 هو اللي راح يكون على الايفون القادم، وهو الايفون القادم اصلا نازل عليه الحين. فبعض المطورين فتحوا ملفات الاي او اس 14 وشافوا انه في جهاز تقدر تخش الاعدادات عليه، تقدر تروح امكانيات الوصول، تقدر تقلل الريفرش ريت حق الجهاز حقك من 120 فريم الى 60 فريم. طبعا هذه موجوده الحين في الايباد برو، اذا كان عندك ايباد برو على اي او اس 14 تقدر تخش، لان الايباد برو اوريدي هو 120. انا عندي نزلت واقدر اقلل من 120 ل 60 حفاظ البطاريه والاشياء هذه كلها، لكن بعض المطورين فتحوا الملف نفسه وشافوا انه لا، هذا الخيار موجود حتى على ايفون، لكن ما عندنا ايفون الحين في 120 فريم. فهذا تاكيد ان الايفون القادم راح يكون في 120 فريم، مع انه في اخبار ثانيه تقول لك ما راح يقدرون ابل يحطون 120 فريم، لان في اشياء ثانيه ابل قاعده تدرسها، لان المطورين حق السوفت وير يقول لك اوكي جاهز، لكن الهاردوير الانجينير حق الهاردوير يقول لك لا مش جاهز. فتعارض ده ما ادري ابل هل حلته ولا لا، يمكن موجود في السوفت وير بعدين تكنسل ابل، ما ندري. فانتم كتبوا لي تحت في التعليقات شو اللي تتمنون؟ تتمنون جهازكم يكون فيه 5G اذا كنتوا خيار واحد يعني مثلا تختار 5G او 120 فريم، شو اللي ودكم انتم؟ برضو تكلمنا عن الشاشه، شاشه الايفون القادم، ان ارخص ايفون راح يكون من شركه بي او اي اولد، لكن المشكله هذه الشركه ما قدرت تصنع الكواليتي اللي تبي ابل واللي تبي سامسونج برضو، لان حتى سامسونج تبي تصنع عندها. ليش؟ بس علشان ان سامسونج تبي تصنع اجهزه رخيصه وجوالات رخيصه من هذه الشركه، لان سامسونج ما تبي تصنع جهاز رخيص بسعر غالي، ما يجي الحركه. لكن سامسونج هي معترفه يعني تدري ان لو تصنع عندها شاشه لحق جهاز رخيص راح يكون غالي، لكن تخيل ان الشركه هذه تقدر تاخذ من شركه ثانيه تصنع اولد يكون ارخص من ما تاخذ شاشه منها هي نفسها. لكن للاسف حتى سامسونج قالت ذي الشركه ما راح تقدر تصنع لي، لان الكواليتي حقها ما وصل ذاك الكواليتي اللي تبي الشركه، لا سامسونج ولا ابل. فابل اتوقع رجعت لحق سامسونج، لان طلعت اخبار برضو ان سامسونج فتحت خطه سير جديده لجوالات الايفون الثانيه اللي هي 12 الرخيص. فهذا الشيء يدل انه يمكن الايفون القادم راح يكون سعره اغلى، لان ابل اوريدي ما اعلنت عن السعر، كلها تسريبات اللي طلعت الاسعار اللي قبل. فتقول لك ابل عادي تقدر ترفع السعر، لان تسريب هذا اللي طلع ما صرحت ابل رسمي. لكن انتم شو ودكم؟ ترفع السعر ابل؟ لان خلاص ما في خيار ثاني. تخيل ان قبل سنه اي خلاص متفقه مع الشركه هذه ومتفقه كل شيء وقالت السعر هذا راح يكون هذا السعر كذا، هذا سعره كذا وهذا سعره كذا. بعدها قبل ما يعني قبل ما ينزل الجوال بشهرين طلعت الشركه طلع كواليتي حقها مش كويس، كورونا برضو توهقت فيه الشركه، الشركات الثانيه المورد حق قبل ما فتحت كلها، الموردين برضو ما فتحوا كلهم بسبب كورونا، والقطع صارت غاليه الحين بسبب انه شح في القطع او القطع قليله ما تقدر الشركه تاخذ من شركات ثانيه او تشتري من شركات ثانيه. فابل عندها خيارين، يا ترفع السعر شوي، يا تثبت السعر وتشيل اشياء من مكونات الجهاز من الداخل او من علبه الجهاز. ابل ما راح تلعب في الكواليتي. ف ايش تتوقعون انتم؟ ترفع السعر شوي، ما راح تقدر تخلي نفس السعر بسبب كورونا، بسبب الاشياء اللي صارت الحين بي او اي، كورونا، التطوير لازم يقل، الموظفين ما كانوا اصلا موجودين في الشركه، فالاشياء دي كلها تحتم على الشركه، مش بس شركه ابل، الشركات كلها. ف انت شو ودكم؟ يعني تخيلوا انتم في مكان ابل الحين ايش بتسوون؟ هل تشيلون قطع من داخل العلبه؟ شاحن، سماعه، سلك،
وتخلونها منفصلة عشان تثبتون السعر، أو علشان ترفعون السعر 20 أو 30 دولار بس إذا كنتم مضطرين، أو أن لا تخلون كل القطع موجودة وترفعون الجهاز 100 أو 120 أو 150 دولار زيادة. فكتبوا لي تحت في التعليقات أنتوا لو مكان أبل شو بتسوون. وبرضو هل الشركة راح تأجل الآيفون؟ هل الآيفون راح ينزل في سبتمبر؟ هل الآيفون على كلام بعض الشركات أو بعض الأخبار طلعت قالوا في أكتوبر، بعضهم قالوا في نوفمبر، بعضهم قالوا أصلاً بعض فئات من الآيفون ما راح أبل تبيعها إلا السنة الجاية بداية 2021. فكلها بسبب كورونا وكلها بسبب شح القطع. فما أدري، في أخبار تفرح، في أخبار طلعت اليوم برضو في وقت عمل الفيديو هذا قالوا إن أبل ما راح تأجل أي شيء، الآيفونات راح تنزل في سبتمبر. كلها أخبار، خبر يقول لك في سبتمبر، خبر يقول لك نهاية السنة، خبر يقول لك السنة القادمة، السنة القادمة، السنة القادمة، ما ندري إحنا في كل شيء. بس ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون أفضل دعاكم، والسلام عليكم.